برحب بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء من برنامج الطريق إلى البرلمان. للبرلمان القادم أهمية تكمن في أنه أتى بعد ثورتين ولهم مطالب. أيضا تحول دور هذا البرلمان أو بالإضافة لدور هذا البرلمان الرقابي والتشريعي هو الدور المشاركة في الحكم وفقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور الجديد. أنا الآن متواجد بمحافظة الشرقية، هذه المحافظة من أهم محافظات المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ثالث خطوات خارطة الطريق. في هذه المحافظة 14 دائرة بيتنافس عليها عدد من المرشحين بالإضافة للقائمة، وهي من ضمن قوائم منطقة شرق الدلتا. أيضا أنا الآن متواجد في دائرة مشتول السوق، هذه دائرة بها العديد من المشاكل وأيضا بها عدد من المرشحين في هذه الدائرة على مقعد واحد من 29 مقعد هنا في محافظة الشرقية. سوف نتعرف معا من خلال اللقاء الذي سوف نجريه الآن مع أحد مرشحي هذه الدائرة وهو الأستاذ سعيد صالح الشرباش عن مشاكل هذه الدائرة، وأيضا سنتعرف من أهالي هذه الدائرة عن ما يعانيه هنا من مشاكل ومعاناة الطرق وغيرها من المعاناة التي متواجدة هنا في هذه الدائرة. برحب بك أستاذ سعيد في البداية، ولو لو أردت أن أنا أعرف المشاهدين وأهالي القرية بنبذة سريعة عن السيرة الذاتية لحضرتك وعن يعني دورك هنا في هذه الدائرة والقرية. سعيد صالح حسين شرباش، مواليد 1/1/81، صحفي، رئيس تحرير مجلة الجواد العربي، مجلة متخصصة في مجال الخيول، حاصل على درجة الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة في علوم الإعلام. بالنسبة لدائرة مشتول السوق، احنا دايما مع اهالينا ما بنتأخرش عنهم، تقريبا من ساعة ما اشتغلت في الصحافة وانا في تواصل تام مع الناس على مدار 14 سنة، اي حد بنحاول نعمل له خدمة بنعملها له. الان امال وطموحات الناس كبيرة ومفيش اي حاجة بتتعمل لها، مثلا طريق زي اللي احنا موجودين عليه ده الناس بتعاني بقالها سنتين او اكتر من سنتين في الطريق ده. الاول كان كوبري الصحافة تم هدمه علشان يبنوا الكوبري، قعدوا سنة ونص، يا دوبك خلصوا الكوبري بدأوا يفحروا الخط مية جديد. طب فحروا الخط المية الجديد ما بيزووش الأسفل. الحكومة أو النظام اللي بيتم العمل بيه إن تحس إن أنت في جزر منعزلة والمواطن بيعاني ويعاني ويعاني. مفروض طريق زي ده رابط بين محافظة القليوبية ورابط الشرقية، مفروض ان مش طريق ياخد عربيتين، ياخد 4 عربيات أو 6 عربيات، لا ده اصبح الاسفلت يا دوبك ياخد عربية واحدة والناحية التانية امشي في المقصر بقى اللي يحصل لك يحصل لك. زحام شديد، يعني مركز مشتول السوق ومنيا القمح طريقهم للعبور ان هم يشتغلوا سواء في العبور او العاشر من رمضان المناطق الصناعية. هذا الطريق الصبح فيه تكدس رهيب، العمال بتروح متأخرة على مصانعها، حالة من العذاب. اخر النهار برضو نفس النظام، ممكن الطريق ده بيقفل بال3 ولا 4 ساعات. المعاناة اللي بيعانيها الناس ما فيش حد بيسأل عنهم. طب هنتعرف يعني هنتعرف على عدد من المشاكل ومن المعاناة، ويعني وهعرف برضو اقتراحات حضرتك لحلها ودورك في حل هذه المشاكل. يعني هروح